بعدين أنا أرى العالم بحالة بصرية. يعني هذا الشجر الذي أمامي بهفة الخريف والرياح تأخذه هيك، أنا بنظر عليه على هذا الأخضر والخشب، قصدي بنظر للون أو بنظر للشكل الحركة. المهندس الزراعي ممكن ينظر عليه أنه هذا شو نوع الشجرة، شو مرضة، شو بطيخ، شو مثمرة ولا غير مثمرة. رجل الدين يقول لك ما شاء الله سبحان الله. المجرم يقول لك لازم نقطع مشان يسوي منا فحم، مشان يعني كل واحد يرى الشجرة بمنظور خاص. وأيضا الشجرة هي الحياة، في ناس يشوف الحياة كما يعني جزء مدرس اللغة العربية بيطلع لك جزء حفظان 40 بيت شعر، يعني من الشعر الجاهلي أو غيره حتى عن الشجرة وكذا بينطق عليه الشعر ذهنيا. يعني طبعا عنده حقد مثلا أقول قومي أو مذهبي أو أشياء، ينجر الآخر الفرد على المذهب تبعه والهوية تبعه وجنسيته، هذا ضد ولا مع مثلا. يعني فالعالم يرى بموضوع واحد من عدة جوانب مختلف عليه، يعني بنفس الكائن يعني. بس أنا طوال حياتي ما نظرت إلا بحالات البصرية الشفافة، يعني دائما أغيب وأحيد كل الجوانب المتعلقة فيه، يعني يعني جوانب الدينية المذهبية، جوانب المعنى. يعني هلا في ناس عايش أنا في جنة بلا العقل، صحيح مصاب بإحباط كما مثلي مثل الآخرين، بس أنا قادر في لحظة ما ضمن هذا الإحباط القاتل. يعني أنا في مرات هاي الكاسة تبع المي ويحدث معي في كل شهر ولاقي ثمة مسافة يعني سنوات ضوئية ما بيني وبين الكاسة، بكون أنا عطشان وحلقي جاف، بس بدي حدا لا مرئي يمسك الأصابع تبعي مشان يوصل لهون، يقبض على هذه المياه على الآتش 2O حتى انه يوصل لي هي، ولازم بدي أداة لا إرادية حتى بيدخل المي للحلق إلى الجوف. فأنا أدخل في حالات من الإحباط الشديدة، يعني جسدي منفصل عن روحي ورأسي منفصل عن كل شيء، بيمر معي هذا الشيء وهي لحظات صعبة وقاسية. حتى في البيت وأنا ساكن في شارع العابد ب 220 متر أنا أرى 220 ألف كيلو متر بل في أماكن في البيت أنا لم أزورها منذ 12 شهر، الآخر يراها هي على بعد 9 خطوات، لكن هذه 9 خطوات أنا لا أستطيع أن أقف ووزني 140 كيلوغرام نذهب إلى هناك أنتظر أن تأتي الشغالة اللطيفة في كل خميس أو اثنين كي تأتي لي بغراض أطلبه هناك. فأنا رجل كسول، لكن في لحظات ما أثناء الرسم تأتي لي قدرة خارقة لها علاقة بالسوبرمان، شيء لا يصدقه عقل، أن أنجز 18 لوحة في يوم واحد بمقاس 2.5 بيفتي. هذا عمل جبار، بس أنا لا أتعب ولا أرهق ولا شيء، كأنما روحي أو جسدي أو العقل تبعي الباطن فرغ للرسم فقط. أما الأشياء الأخرى البسيطة التافهة اليومية صعبة، يعني خضرة، لباس، أشياء تانية. وأنا بطبعي يعني بمر على بشتري بالملايين، يعني من دون ما أفكر إني أمر على محل تاني أو ثالث. ممكن أبعث هذا الشخص بس مشان يشتري، بس مشان ما أضرب مشوار العشرين متر هذول. فأنا أعتبر إنه هاي حالة غوائية تستنزف طاقتي، فأنا لا أسمح إنه طاقتي تستنزف، أنا موجود للرسم وأنا أفرغ الآن للآخرين، يعني عمالة لهم أن يأتوا بكذا أو كذا أو كذا، يعني فهم من الشاكرين والحامدين لي، وأنا إنسان كريم وبطبعي كريم.
هكذا أفكر. طبعا في الآخرين يستصغروا هذا الأمر أنه ليش ما في سوق الهان، ليش ما أنا ما بروح نقي خضرة، ليش مشان شو بنقي خضرة؟ إذا السيارة بتجي من هوني من المزرعة بتجيبها على البيت نوزع على الجيران، الخير كبير ورث كبير. بس هن بيضعونا في مسائل صغرى، المجتمع دائما يضعك في مسائل صغرى، ما بيسمح لك أن تكون كبيرا. حتى القرين لك الذي تولد معه من بطن الوالدة، بل ربما شخص يأتي منك وهو لا يفهم وضعك أو حالتك أو بيحجم الإرادة الشخصية تبعك أو بيحجم إرادة الأنفة أو الكبرياء. وأنا بستغرب على بعض الأشخاص، تمر بشوف خبز مثلا، وقعاني خبزة، بيلم الخبزة قطعة قطعة أساس أنه في إيمان رحماني مر عليه في هذه اللحظة. وبنفس الوقت على بدار بعد شي 20 متر في رز موجود بالنفايات، ما بيلم الرز بس يلم الخبزات. ما هو هذا الرز أخو الخبزات، ما هو من اثنيناتهم نعمة. فالعالم أحمق أو يعطي رسائل شفهية للآخر أنه هو إنسان تقي أو رحماني أو لطيف، هو الواقع مش هو هيك. كمان هو الفن هو نفس الشيء، هذا اللوحة هي مثل الحالات هاي. لماذا هي مثل هاي الحالات؟ يعني بشوف رسام كتير في تزويق، برسم لك ورد طبيعة كذا، بشوف البيت تبعه متبهدل، هو متبهدل يعني مشخشخ بنطلونه، جوز غاسل مش غاسل شعره مدة أشهر طويل يعني. وبنفس الوقت لما أنا برسم لوحات يعني بعض الحمقى بيشوفون هي غرائبية وعجائبية أو قاسية، بس أنا بطبعي معروف أن اللي بيجي عندي بيعرف أنه وضع الرومانسي اللي بعيشه أنا يعني عكس ما هو متخيل. لأنه يعني أنت بتكون لما تكون حقيقي أنت بترسم الأشياء، هذول عم يزوروا الحقائق، فهمت علي؟ وبعدين يتهموني أنا بالجزاف أنه أنا برسم الكائنات الغريبة أو العجائبية. هو تكون هي مطلقة المرة الثالثة من 3 أزواج يعني شيبت حياتهم يعني أخرج بيته مثلا، بيحدث هذا كثير يعني. وأنا ما بعرف كيف بعلق على الناس، كيف بتحاور معهم، كيف بحكي لهم، كيف بشرح لهم القصة يعني.